مساء الخير اعزائي المتابعين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مع طبيب اسنانك. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم شويه، خطير شويه، موضوع تقويم الاسنان او علم تقويم الاسنان. امتى يا دكتوره بعرف ان ابني او بنتي محتاج ان انا ازور بيها طبيب اخصائي تقويم الاسنان؟ لما احس ان ابني عنده بروز في الفك العلوي اكتر من الفك السفلي بكتير، عنده ضب، احس ان ابني عنده ازدحام في الاسنان في المنطقه الاماميه. لما احس ان ابني من سن 13 14 سنه بيبقى عنده فرط نمو في الفك السفلي اكتر من الفك العلوي، بيشكل عندي حاجه اسمها عضه معكوسه. العضه المعكوسه دي بيبقى الولد عنده ضب بس بالعكس، الفك اللي تحت اطول شويه من الفك اللي فوق. بحس ان الولد دقنه كل شويه بتزيد، حجمها بيزيد، البروفايل بتاع وشه من على الجنب مش احسن حاجه. الولد حس ان لا انا ما كنتش كده، انا اسناني كانت طبيعيه جدا لغايه سن 10 سنين 11 سنه 12 سنه، وبعدين حسيت ان الفك اللي تحت بدا يجري مني شويه. ببقى عارف ان ده تقويم اسنان المفروض ان انا اجري بيه على دكتور السنان قبل ما يكمل سن معين، قبل ما المشكله تتطور ويبقى محتاج تدخل جراحي. لو حسيت ان ابني عنده ضرس او سنه اوت اوف هاوسنج، يعني مش موجوده ضمن المنظومه، مش موجوده ضمن ترسيسه الفك عند الولد فوق او تحت، حسيت ان الولد ما بيقفل ضروسه على بعضها، عنده فتحه ما بين سنانه، اسنانه مش قافله على بعضها بشكل كويس، المفروض ان انا طفل عنده 5 سنين 6 سنين ازور بيه دكتور الاسنان. تقويم الاسنان يا جماعه كل مكان بدري كل مكان افضل، كان في امريكا واوروبا التقويم ده ما فيش حد يعني بيوصل لسن 20 و25 سنه بيعمل تقويم اسنان، تقويم الاسنان كله للاطفال هناك، يعني سن 5 سنين 6 سنين 7 سنين 15 سنه ماكسيموم بيبقى مخلص تقويم الاسنان بالنسبه له، وبعد كده بيبدا يعمل الفولو اب بعد 20 سنه. دي كانت كل حاجه نقدر نقولها في الحلقه بتاعتنا، الحلقه الثالثه النهارده، اسباب زياره طبيب تقويم الاسنان. شكرا جدا لكم.